اهلا وسهلا مشاهدي قناه الصحه والجمال ومتابعين برنامج دنيا ودين. النهارده بامر الله هنتكلم عن موضوع بين الصحه بين الخيال والواقع. طبعا استنادا يعني لقول الامام السيوطي، سئل الضحاك: هل للجن اجنحه؟ فقال: وكيف يطيرون من السماء الى الارض؟ طبعا احنا هنفسر دوت مع الدكتور مصطفى ابو جازية. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا دكتور. اهلا. ايه عالم القراءات وعلوم القران بالازهر الشريف ومفسر الاحلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. دخل ابو بكر الصديق ذات يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله مريضا، قال: فمرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه، فشفي الحبيب فزارني فشفيت من نظر إليه صلى الله عليه وسلم. أولا في بداية الحلقة دكتورة هالة، أحب أتقدم لشرطتنا المصرية بالتهنئة بمناسبة عيد الشرطة لمعالي وزير الداخلية وأفراد قيادات الشرطة من أكبر رتبة إلى أكثر إلى أصغر رتبة في الشرطة المصرية، لما يوفروه لنا من أمن وأمان على مستوى جمهورية مصر العربية. ولا يسفوتني أن أتقدم أيضا للشعب المصري وللأمة العربية بأسرها بخالص العزاء في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، هذه الداعية الإسلامية التي أبلت بلاء حسنا في رسالتها، سواء في التدريس في الجامعة سواء في مجال العمل العام، فأتقدم لأسرتها بأكاملهم بخالص العزاء وأقول لهم إن لله وإنا إليه راجعون. نرجع إلى حوار الحلقة اليوم وما نريد أن نكمله لما سلفناه في الحلقة الماضية، أننا في هذا المنطلق لا نتكلم عن قضية العلاج وقضية الروحانيات من منظور خيالي ولا من منظور إبهامي، ولا نريد أن نضلل المشاهد، بل نريد أن نقول هناك أقوال وإفهات وخيالات يتبعها بعض الدجالون الأفاقون ليضحكوا على الناس، وهناك حقيقة يسردها لنا القرآن الكريم وتسردها لنا السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نذكر شيئا نذكر دليله من القرآن والسنة. أولا الجن الطيار، عندما وهذا النوع الثالث من أنواع الجن الذين سردناهم من سابقا، هذا الجن تحدث عنه القرآن الكريم في سورة الجن عندما قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان رجال من الإنس اللي هم السحرة يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن الجن موجود، لا يستطيع أحد أن ينكره، ومن يريد أن ينكر وجود الجن فلينكر وجود القرآن. هل يستطيع أحد أن ينكر وجود القرآن؟ لا طبعا. القرآن موجود، وعلم الله القديم الذي أنزله على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بواسطة سفير السماء وهو سيدنا جبريل عليه السلام. إذن عندما نقول هناك جن طيار، نعم هناك جن طيار، هل هذا الجن له خطورة؟ السيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا نذهب إلى الكهان، طبعا في الجاهلية قبل الإسلام، فيسردون لنا الأمر فيقولون لنا قولا حق، فكيف ذلك؟ تسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا الجني يلقي في أذن وليه اللي هو الساحر أو الكاهن كلمة من الصدق وعليها 70 كاذبة. ولذلك أمر الجن الطيار كان يذهب إلى السماء السبع عندما نزل أو عندما ولد المسيح عيسى ابن مريم، حجب الجن الطيار عن 3 سماوات، فكانوا يسترقون السم حتى السماء الرابعة. وعندما ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم حجب الجن الطيار عن السماوات السبع كلها. يعني من هنا نقدر نقول أن الجن الطيار وقف عنه حجب نقل الخبر، حجب من نقل الخبر من السماء إلى الأرض. آخر حاجة يستطيعون إليها هي سماء الدنيا. ولذلك للعجب يمكن أول مرة الناس تسمع هذا الكلام، إن إحنا في ليلة النصف من شعبان نحتفل بها كل سنة، وهي تحويل القبلة من المسجد الأقصى
إلى المسجد الحرام. في هذه الليلة تصعد أعمال العباد إلى السماء وتنزل أعمال الأرض إلى السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. فالجن بيسترق السمع في السماء الدنيا، ولذلك يسترقون السمع ربنا عز وجل فأخبرهم فأتبعه شهاب سابق، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. تلاقي بصوا كده حتى في الأرياف والمناطق المفتوحة هتلاقي فيه زي شهاب أو قبس أو نور جاي من السماء إلى الأرض رشقا. هناك يكون جن بيحاول يسترق السمع ويتصنت، الملائكة بتقول إيه محمد هيعمل إيه السنة دي، محمود هيعمل إيه السنة دي، علي هتعمل إيه السنة دي، فيلقون بهذه الكلمات حتى يعرفوا أخبار السماء ويوصلها للصحراء اللي هم بيتعاملوا معه. يعني دي تفسير الظاهرة اللي بنشوفها اللي هي عاملة زي الشهاب الثاقب أو نور بينزل أو شفق من السماء إلى الأرض، تلاقي نازل عمودي على حد معين كأنه يرشقه. طب هل هو ماكس في جسم الإنسان؟ الجن الطيار غير ماكس باستمرار في جسد الإنسان. الجن الطيار من قوته أو من شراسته، لأنه من أشرس أنواع الجن، لأنه يستطيع التنقل أو خفيف الحركة، بتحرك بسرعة وفي نفس الوقت شرس شديد الحضور وشديد الهربان، يهرب من جسم الإنسان بسرعة، ولذلك الصحراء بتستخدمه في عميل السحر. طبعا الجن الطيار عندما نتكلم عنه فهو فيه ليه ثلاث أحوال. أي أنواع من أنواع الجن اللي بنذكرهم للسادة المشاهدين على الشاشة بيستخدموا إما في اللبس وإما في المس، بيكون لاطط لجسم الإنسان، وإما في السحر اللي هو بيستخدمه الصحراء في عميل العملات. فأصعب أنواع السحر اللي بتنعمل للإنسان، سواء سحر مشروب أو متخطي أو عزيمة أو على نجم أو سحر أثر وبيستخدم له جن طيار، يعني هنقول فيه صعوبة في فكه، لكن بينفك بأمر الله عز وجل. ليه؟ لأن مطلوب من المعالج أو مطلوب من الشيخ اللي بيعالج هذه الحالة أن يكون متمكن من المادة اللي عنده، لأنه عندما يذهب إلى المريض أو المريض يذهب إليه لقراءة الرقية الشرعية عليه ما يكونش من باب موجود. الرقية الشرعية تفضل يا فندم، ممكن ما يكونش موجود يا دكتور، يهرب شديد الهروب، يهرب من الجسد، وعندما يخرج المعالج او الحاله تمشي من عند المعالج بيعود للجسد تاني ويتكلم على لسان المريض او يسرعه او يتابعه، يعني على حسب التكليف بتاعه. يعني هي خطورته يا دكتور في انه مش ماكس في الجسم بس، ولا انه ولا ليه يعني قوته الشخصيه عندما يحضر على جسم الانسان الجن الطيار بيزداد الوجه اما حمره واما زرقه واما يشعل الجسد نارا، الجسم يبقى سخن بتاع المريض زياده عن اللزوم. طب تبع لان ان يعني من صفاته انه هو مش ماكس، كيف يمكن حبسه؟ ده من خطورته كمان، من خطورته. والصحراء على فكرة السادة المشاهدين طبعا والمشاهدات بيستخدموا الجن الطيار لسببين. السبب الأولاني أنه بيجيب نتيجة بسرعة في السحر بتاعهم. النتيجة الثانية عندما يذهب المريض أو ينقر عليه رقية شرعية لا يحضر ولا يتكلم، فما يفضحش أمر اللي عامل العمل أو اللي عامل السحر، عشان ما يذكرش فلان عامل لفلان أو فلان عامل لفلان، فبيستخدموه في عامل السحر بتاعهم. طريقة الحبس حضرتك ذكرتي بتسأليني إيه هي طريقة حبس الجن الطيار. طبعا طريقة حبس الجن الطيار لابد من المعالج قبل خروجه من بيته، إذا كان بيعالج المريض في بيت المريض أو هو عنده مكان مخصص للعلاج، فبيحصن المكان اللي هو فيه بقراءة آية الكرسي ثلاث مرات، بيحصن نفسه بيحصن بيته الأول، ثم لما بيدخل المريض بيوصيه قبل ما يطلع من بيته أيضا المريض يقرأ سورة ياسين بنية حبس الجن الطيار عليه، لأنه مجرد ما يدخل على المعالج هيهرب الجن. طيب إزاي نفصل بين أو نعالج هذه الحالة؟ علاج حالات الجن الطيار للسادة المشاهدين طبعا بتتوقف على قوة المعالج وقوة إيمان المريض. المريض عندما يكون له عنده ثقة في الله عز وجل أن الله عز وجل هو الشافي وأن المعالج هو سبب من الأسباب، كما أن الأعشاب الطبية أو زيت الزيتون أو المسك أو ماء الورد لها أسباب أو لها عوامل في نجاح خطة علاج المريض المبتلى. نسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى ومسحور، نسأل الله عظيم أن يشفي كل مبتلى ومسحور. ففي هذا الوقت أو في هذا التوقيت المعالج بيستخدم زيت الزيتون المقروء عليه سورة البقرة وسورة ياسين، طبعا يقرأهم المريض بنفسه، يوضع أصابعه السباب في إناء كبير ويفضي زيت الزيتون. طب ممكن حضرتك توضح لنا كده بالأسماء الحاجة اللي مع حضرتك؟ تمام. هذا زيت الزيتون طبعا جاي من سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغا للآكلين. فإيه فايدة زيت الزيتون؟ طبعا الجن عندما يدخل جسم الإنسان بيتنفس من خلايا الجسم، بيتنفس من الجلد بتاعنا، وذلك عندما ندهن الجلد بزيت زيتون، زيت الزيتون بيسد المسامات، حتى اللي بيدهن زيت الزيتون يحس جسمه سخن كأنه لبس حاجة قافلة للهواء، فيها حاجب بينه وبين الهواء. فلما بنقفل التنفس للجن اللي بيتنفسه من خلال خلايا الجسم دي بزيت زيتون وهو بركة في حد ذاته من غير أي قراءة عليه، ثم نقرأ عليه سورة البقرة وسورة ياسين، فبيبقى الجن يضعف. فدام حجمه قوي بيبقى حجمه يضعف يضعف. كل ما الجن يضعف في جسم الإنسان سواء داخل لبسا أو مسا أو سحرا بيجيب نتيجة كويس، حتى يستطيع المعالج عندما يخرجه
او يحرقه يكون حجمه صغير فما يأذيش المريض. طبعا برضو من العلاج الجن الطيار قريبة من علاج الجن العاشق، نستخدم له المسك الاصلي فبيدهن 32 فتحة في جسمه يا دكتورة هالة، اللي هم فتحتي الانف وحول العينين من فوق الحاجب وحول الفم والاذنين وحلمتي الثدي وفتحة السرة والقبل والدبر، دول 12 فتحة. ثم أصابع اليدين، لأن دول مدخل من مداخل الشيطان، بين الضفر واللحم ده مدخل من مداخل الشيطان، فبيدهن بين الضفر واللحم، إيده اليمين يبدأ بإيده اليمين وينتهي بإيده الشمال، ويبدأ برجله اليمين وينتهي برجله الشمال، ويا ريت يعطر السو بتاعه بالمسك، فدي بتخلي فيه حالة نفور. وذلك دي جن طيار لما يلاقي ريحتك مسك، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بيكرهوا الريحة الطيبة، فلو عدى عليه 3 أيام مدة العلاج قبل ما انسى، 5 أيام، من 5 لـ7 ليالي يدهن بيهم المسك. طب لو عدى على الجن الطيار 3 أيام ما دخلش الجسم، لا يستطيع أن يدخل الجسد إلا بسحر جديد. فإذا يعني إحنا لو عملنا دوت لمدة 5 أيام أو 7 أيام انقطعت صلة الجن الطيار حتى بالجسد. لو كان فيه ما يرجعش تاني، ما هيخرج كده كده اللاجئ المعالج هيخرج، ولو كان جوه هينحبس فيتعامل مع المعالج في الفترة في الجلسة الثانية، فيستطيع أن يقرأ عليه الرقية الشرعية ويحضر على لسان المريض او يتكلم ويأمره بالخروج او الاسلام والخروج. طب من هنا بقى دكتور، يعني دايما بتيجي طلبات في الاتصالات الهاتفيه بيبقوا عايزين الرقيه الشرعيه، يعني دايما تيجي عايزين رقيه شرعيه كتحسين عين بقى. تمام. طبعا ايات الرقيه الشرعيه كما ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبدا بالفاتحه، والفاتحه يا دكتوره هاله في حدها او في نفسها رقيه كافيه. الفاتحه، الله عز وجل قال في القران الكريم ايه؟ ولقد أعطيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني هي الفاتحة. البسملة الآية الأولى، ثم 6 آيات. طب لحظة دكتور، يعني إيه؟ عشان كان لي طلبات كتير على الرقية الشرعية، نكتب ورا الدكتور؟ اتفضل يا دكتور. لو حد محتاج يكتب من ورايا عشان هنختم بيها بأمر الله آيات الرقية الشرعية، فهنسرد الآيات الرقية الشرعية، سنذكرها موضع موضع من خلال القرآن الكريم، من أول فاتحة الكتاب حتى آخر سورة الناس، المواضع اللي هي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من آيات الرقية الشرعية. أولا الفاتحة، زي ما تكلمنا وقلنا الفاتحة هي السبع المثاني التي ذكرها القرآن الكريم، ولقد أعطيناك يا محمد، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أعطيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. إذن الفاتحة لنفسها ثقل، ثم باقي القرآن ثقل آخر. يبقى يبدأ الراقي أو المعالج أو المريض يقرأها على نفسه، الشخص نفسه أو المشاهد في بيته، يضع يده اليمين على رأسه ويقرأ الفاتحة. ثم يقرأ سورة البقرة، الـ4 آيات الأول من سورة البقرة، من أول ألف لام ميم لعند الآية آخر الآية الرابعة. ثم وإلهكم إله واحد في نفس السورة، وهو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم ينتقل في نفس سورة البقرة إلى موضع آية الكرسي، ثم ينتقل إلى آخر سورة البقرة آخر آيتين، لأنه نزل أو نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون جبريل، بدون واسطة. ولذلك الآيتين الآخرتين من سورة البقرة ما قرأهما مسلم وما قرأهما مواطن بيقين في الله سبحانه وتعالى، إذا قرأهما قبل النوم حفظتاه حتى الصباح، وإذا قرأهما في الصباح حفظتاه حتى آخر النهار. اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر السورة. ثم ينتقل إلى شهد الله أنه لا إله إلا هو في آل عمران، الآية رقم 18 في سورة آل عمران، تقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم وهو السميع العليم. ثم ينتقل إلى سورة الأعراف، الآية التي تقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم آخر سورة المؤمنون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ثم ينتقل إلى 10 الأول من سورة الصفات، والصافات صفا
فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد إلى آخر العشر آيات ثم ينتقل إلى آخر سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ثم ينتقل إلى المعوذتين قل الإخلاص والمعوذتين قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سواء قرأهما أو قرأهما على ماء وشرب واستحم بهما خلال الأسبوع سيشفى بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني حضرتك توصي يا دكتور ممكن لو عملنا ده مرة في الأسبوع يبقى كافية إنها تحفظ الواحد لآخر الأسبوع نعملها الخميس ونسلمها للخميس اللي بعده تبقى راقية أو شافية في البيت. والله يعني حضرتك يعني بسطت للمشاهدين ازاي يحصنوا نفسهم. ما احنا عايزين نحافظ على بيوتنا المصريه ومن باب من باب دعوتنا دنيا ودين من خلال برنامجنا دنيا ودين ان احنا نجمع بين الخيال والحقيقه وبنكلم الاسره المصريه بنقول سبب زعلك من زوجك، سبب مشاكلك في حياتك الزوجيه، سواء تفلت اولادك منك، زي ما في عوامل نفسيه وفي سلوك تربوي، في عوامل روحانيه ممكن تاثر على البيت. الغنى ما يبقاش كتير او الاغاني ما تبقاش كتيره في البيت، دايما نحصن باذكار الصباح والمساء، نقرا سوره ياسين بنيه الشفاء ونرشها في اركان المنزل ما عدا الحمام. طبعا والرش يكون مع جدار الحيط ما يبقاش في ارضيه البيت. شرفتنا يا دكتور وكل المشاهدين اكيد استفادوا من حضرتك. نتمنى نكون قدمنا ماده في الحلقات القادمه برضو نستكمل يعني بين الحقيقه والخيال في الشق اللي فيه شائعات. تمام يعني نوصلهم للصح. ايه الحقيقه؟ يقال كذا او يفعلون كذا والحقيقه القران والسنه بتقول كذا. بنشكر الدكتور مصطفى استاذ القراءات وعلوم القران ومفسر الاحلام. شكرا. اهلا بك يا دكتور. شرفتنا. نختم حلقتنا. السلام برنامج الدين ودين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.